السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل كلامنا إن شاء الله النهاردة في كورس Data Structure Using C++ عن توبيك جديد أو Data Structure جديد. الـ Data Structure ده اللي هنتكلم عليه إن شاء الله النهاردة اسمه تري. دي الأجندة بتاعتنا إن شاء الله. في الغالب هنقسم يعني كلامنا عن التري على محاضرتين. النهاردة هنغطي الثيوريتيكال كونسبتس واسبكتس اللي هي ريليتد بالتري، وان شاء الله هنتكلم بعد كده في المحاضرة الجاية عن الامبلمنتيشن والكودينج بتاع تايب معين من انواع التريز اللي هنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله، اسمه بي اس تي، باينري سيرش تري. طيب دي الاجنده بتاعتنا النهارده. النهارده هنتكلم عن introduction to tree، how tree works, binary tree presentation، هي ال operations performed on the tree و ال tree implementation. طبعا ده شكل لقلب ال tree في الميموري. هنفهم الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله كمان شوية. ايه دي الرسمة اللي قدام حضراتكم؟ دي الرسمة دي زي ما حضراتكم شايفين، ده عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن ال real life tree بتاعتي. طيب الريال لايف تري بتاعتنا دي مكونة من ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين هنا في روت، اللي هو طبعا بيجي من الأول، إن هنا في سيد بتترمي في الأرض في السويل، بعد كده بيتم إنها السويل دي بتشرب مية، بيحصل نوع من النيوتريشن أو الغذاء بتاخده السيد دي عبر الروتس، بعد كده بتطلع التري، الجزء اللي هو اللي معمول من الروت ده الجزء الخشبي، وبعد كده بيطلع برانشز اللي هي أفرع، وبعد كده في البرانشز دي بيطلع منها ايه؟ ليفز اللي هي الاوراق اللي هي بتاعت مين؟ الشجر. طيب انا يهمني الحقيقه من الشكل ده ايه في التري، انك تبقى عارف اساس التري، الشجره دي قبل ما تبقى شجره بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده كان اصلها الروت. تمام، عاوزك برضو تعرف ان انا عندي في اي تري في ليفت برانش ورايت برانش اللي هو الفرع الشمال والفرع اليمين، وعندي ان الورقه الواحده اسمها ليف ومجموعة الأوراق اسمها إيه؟ leaves. تمام؟ ليه ده؟ هنعرف كمان شوية. هيحصل حاجة لو الرسمة اللي فاتت دي قلبناها بالشكل ده، هي بالظبط الروت بدل ما كان تحت بقى فوق، عندي إيه؟ الليفت سب تري والرايت إيه؟ سب تري. تمام؟ وعندي طبعا إيه؟ الليف. طيب هيحصل حاجة لو رسمنا السكيلتون ده على التري، إيه ده؟ اللي خطوط، مجرد لاينز اللي هي ايه، بدل ما تبقى الشجرة تخينة كده عملت لها ايه لاين بسكنس معين، بعد كده البرانشز عملتها سكنس تانية وهكذا نفس المسميات. طيب هيحصل حاجة لو شلنا الشجرة خالص؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، وحطينا عند زي ما بيقولوا كده الفواصل مجموعة من السيركلز. الله، طب ده مجموعة السيركلز دي ملونة صح؟ اه، الالوان دي لها معنى ولها دلالة الحقيقة. اه برضو اول نود عندي اللي هي اساس الشجر اسمها روت، عندي ليفت سب تري وعندي رايت سب تري، مقطع او السافكس اللي هو بتاع كلمه سب، سب ده سب معناه يعني جزء من الحاجه، جزء من الشيء، فما تقول تري تبقى ايه كومبليت تري او فول تري، سب تري يعني كانها شجره فرعيه اعتبر. فبرضه وصفت ان الجزء اللي على الشمال ده ليفت سب تري، والجزء اللي على اليمين ده اللي هو البرانش ده رايت مين سب تري. طب بالنسبة لألوان النودز دي بتمثل لي النودز الأخيرة، الأخيرة لآخر حاجة في البرانش أو فرع الشجرة واخد لون بلو، ده اسمه ليف والشجر. النودز الإن بتوين اللي هو إيه ما بين الروت وما بين الليف ديت هنسميها اسم تاني كمان شوية. تمام، أنا بس بفسر لك ليه النودز دي واخدة لونين. طيب إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، أنت بتقول نودز، إحنا سمعنا الكلمة دي قبل كده، خدناها فين أول ما سمعناها؟ أفكركم الهستوم الأول في كورس الـ Introduction to Computer Science أو Computer Science Fundamentals كان في شابتر عن النتورك صح؟ أه، وكان من ضمن الكلام اللي اتكلمناه بعد أنواع النتورك اللان والوان والمان. تمام؟ خدنا إيه حاجة اسمها النتورك توبولوجيز، والنتورك توبولوجيز دي ببساطة شديدة هي الـ Organization of الـ Hardwares الـ PC within the network، تنظيمة الأجهزة إزاي؟ ففي بي سيز بتاخد شكل ستار، في بتاخد رينج، في حاجه من هذا القبيل. كل بي سي بقى من دول كنا بنطلق عليه نود، فهنا النود في قلب النتورك بيطلق على هوست البي سي او الجهاز كهاردوير.
تاني مرة نسمع عن النود ده في كورس الداتا ستراكشر معايا. فين تحديدا أول ما سمعنا عنها؟ مين؟ اللينكد ليست. فاكرين اللينكد ليست ما قلنا إيه تعريفها؟ اللي هي تغير كل التعريفات السابقة، يعني في الستاك، في الكيو، في السيركلر كيو، في كل الكلام ده كان هو تعريف واحد: A collection of data organized or stored in memory in which. وبيختلف بقى عملية الادنج والديليشن بتتم ازاي لمين؟ للداتا دي. لكن اول ما جينا نتكلم عن لينكد ليست قلنا ايه؟ A collection او set of nodes. ولو قلت لك، لو وقفت لحد كده غلط، ما حدش يقول ايه كوليكشن اوف نودز هي دي اللينكد ليست، لازم توصف اي النودز دي عباره عن ايه. فالنودز هنا الحقيقه عندنا مش هاردوير، ده ايه؟ سوفت حاجه كده، ايه؟ لوجيكال نيم. ايتش نود كونسيستس اوف تو بارتس، جزئين فاكرينهم. الفيرست بارت اللي هو كونتينز الداتا او الانفورميشن، اند سكند بارت از ايه؟ از ان ادرس او از ا بوينتر اون ذا نيكست نود ان ذا ليست. مهم جدا ان احنا نفتكر الحاجات دي. ليه بقى؟ لان انا قلت لك هنا دي مجموعه من النودز، فالنودز دي هي هتبقى عباره عن ايه؟ زي فكره بالظبط اللينكد ليست، يعني لوجيكال نيم وليس فيزيكال نيم. طيب احنا بنرجع ليه؟ ايه ده بقى؟ وصلنا في الاخر من الشكل ده اللي حضراتكم شايفينه بعد ما شلنا التري او ريال لايف تري للشكل ده. ايه ده؟ ان كل سيركل من دول، كل سيركل من دول اسمها ايه؟ نود. فين؟ في قلب التري. طيب اصل التري جاي منين يا جماعه؟ من فوق، مش من ايه؟ من تحت. اصل التري ده اسمه ايه؟ روت. والتري ما بيبقى لهاش الا وان روت، يعني مش هنلاقي مجموعه نودز جنب بعضها ونجمعهم نقول روتس، لا. every tree او each tree has only one node، has only one node اللي هو مين؟ الروت، او has only one root. طيب وبعدين؟ زي ما حضرتك شايف الاي دي او كلمه بي او سي او دي، او واحد يقول لك هي دي الليبلز، وتقدر تعتبرها هي الانفو او الداتا اللي موجوده في قلب النودز زي اللينكد ليست بالظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ما كنت بعمل مثلا في اللينكد ليست متكونه من حتتين، فاكرين؟ ايوه. يوم الحتتين دول انتجر انفو، وقلنا الانتجر انفو ده ممكن اتحكم فيه، او انتجر داتا تبقى فلوت، تبقى دبل، تبقى كاركتر انفو. فتقصد بالانفو او الداتا اللي كانت ديت هي دي؟ بس المره دي انا حاططهم اي بي سي، يبقى كده ايه؟ كاركترز الداتا دي. لكن لو 1 2 3 او ارقام بقت كده ايه؟ انتجرز اند سو اون. ايوه تمام. طيب وايه كمان؟ كل نود زي ما حضراتكم شايفين طالع من النود دي برانشز. ايه برانشز دي؟ اللي هي البوينترز، الافرع دي، اللي هي ايه بقى؟ طالع منها بعد كده كونكتد بنودز تانية. طيب النود ده او السيركلز دي اسمها ايه؟ ده يعتبر سن للروت، وده سن للروت، وده سن للروت. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني روت نود هاز ايه؟ 3 سنز، لها 3 ابناء. ايوه صح. طيب وده اللي هو بي ده كده بكل اللي تحتها ممكن اعتبره مين؟ سب تري. وسي ده بكل اللي تحتها سب تري، ودي بكل اللي تحتها سب تري. سب تري يعني ايه؟ لا، شجره فرعيه يعني، او جزء ايه؟ فرعي منين؟ من الروت الاصلي او من التري الاصلي اللي هو ضمهم كلهم اللي هو اسمه ايه؟ A. تمام؟ طيب ماشي، يبقى نرجع تاني. يبقى A which is the root of the tree has three sons اللي هو B C D، وكل واحد من دول له مجموعه منين؟ من السنز. ساعات لما نقول what is the parent of V، يبقى الاجابه ما فيش غير مين؟ A. يعني مين الوالد او الفازر بتاع بي؟ هو ايه؟ وات از ذا بيرنت اوف سي؟ برضه ايه؟ وات از ذا بيرنت اوف دي؟ كلهم ايه؟ من ايه؟ من اب وام واحد اللي هو مين؟ الايه. خلاص نفس الكلام. وات از ذا بيرنت اوف اتش؟ ما ينفعش اقول ايه؟ ده جراند فازر، امال مين؟ سي. وات از ذا بيرنت اوف جي؟ سي. نقدر يا جماعه نفكر اكتر في شكل التري ده او السيميليشن بتاع التري، غير ان هو التري اللي في الريل لايف اكزامبل ممكن تاخدها الناس في بعض العائلات بتهتم قوي، يقول لك ايه شجره العيله. ايه شجره العيله دي؟ يقول لك مثلا بعض الناس يقول لك انا بنتهي نسبي لمش عارف لمين، مثلا نسب لنسل الرسول صلى الله عليه وسلم. في ناس كده اللي هم معروفين باسم الايه؟ الاشراف. ناس تانية يقول لك انا بنتهي نسبي لمش عارف لعيله كذا او لمين كذا، حد من المشهورين. تمام؟ ممكن الأسرة الملكية، في ناس بتفتخر بحاجة زي كده، أو أن سو أون. طيب عشان أثبت أو أعرف الكلام ده بيعمل إيه، كل واحد يقدر
يجيب في جهة في مصر اللي هي بتعمل أو تجيب لك شجرة العيلة. شجرة العيلة ديت اللي هو بيجيب لك مين؟ الأصل، أصل جدود الجدود. بيقول لك مثلا، مثلا في جراند فازر اسمه كذا بلا 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 بلا، اتجوز وخلف 3 أبناء، ال3 أبناء دول بعد كده اتجوز وخلف، جاب مش عارف مين ومين، واتجوز وخلف مين ومين، وفي الآخر الشجرة تلاقي اسمك أو اسم والدك أو كده. فدي تعتبر إيه؟ الفاميلي تري، أو شجرة إيه؟ العيلة. تمام؟ في ناس مثلا بسم الله ما شاء الله ممكن ينتهي. طب انت تنصح ان احنا نشوف الفاميلي تري دي؟ لا. ليه؟ لانك ممكن تلاقي نسبك بينتهي للي خان عرابي مثلا، فتبقى بدل ما حاجه تفرح بيها حاجه تزعل منها او تتضايق منها، فبلاش الناس تدور في الموضوع ده. نرجع بقى للتري بتاعتنا. وخلاص فهمنا ان التري كويس قوي، لها روت واحده، اونلي وان روت. الروت دي ممكن يبقى ليها وان اور مور سانز، ابن او اكتر، والابناء دي برضو لها ايه؟ وان اور مور ايه؟ سانز. تمام؟ طيب وبعدين اخر روت، اخر نودز، نودز نودز تاني، اللي هم مالهمش سانز بيطلق عليهم ليفز، او زي اواء مين؟ الشجر. خلاص ده اخر حاجه فين؟ في التري، مفيش بعدها حاجه تانية. تمام؟ طيب ايه الرسومات دي وايه الداشد لاين؟ ده اللي هنعرف دلوقتي. دي مجموعه من الكونسبتس او الديفينيشنز اللي ايه؟ هنتكلم عنها. زي ما حضراتكم شايفين اهو، ادي تري تانيه. المره دي الانفو او الداتا بدل ما اي بي سي ارقام اهي، لا و تم 8 10 3 1 6 4 7 13 14 and so on. طيب برضو انا ما يهمنيش جزء الداتا ده قوي الفوكس عليه، قد ما تفهم الكونسبت ان دي هي عباره عن تري، الروت بتاعها اسمه 8 او في انفو 8، فيها اللي هو بالداش ده اللي هو بالاحمر ده ليفت سب تري، ولها رايت سب تري او اللي هو ليفت برانش ورايت ايه برانش. ماشي؟ طيب التري، ما حد يقول لك وات از اتري، زي وات از استاك، زي واتس لينكد ليست، وعرفنا. شايف نفس تعريف مين؟ اللينكد ليست. مش احنا قلنا اللينكد ليست ايه؟ ا كوليكشن اوف نودز، سيت اوف نودز، بس هتزيد عليها حته. هناك في اللينكد ليست كنا بنقول ايه؟ ايتش نود كونسيست اوف، ونكمل، صح؟ فاكرين الكلام ده؟ لكن هنا بقى لازم اقول الكلمه دي مهمه جدا جدا بالنسبه لي، ارينجد. مش عاجبك ارينجد، خليها اورجنايزد. ان اهيكل فورم او ان اهيكل ستراكشر، اللي هو النودز دي مش محطوطه ورا بعضها، فوق بعضها، جنب بعضها، تحت بعضها، امال محطوطه في شكل هيكل اللي هو هرمي، عارفين الاهرامات اهو في الشكل ده. تمام؟ ساتش ذات، بحيث، ده مهم، كل ده تبع التعريف. ايه بقى؟ عايز تعبر عن الرسمه، افتكر الرسمه دي، عايز تقول له في نود مخصوصه اسمها روت نود. زيرز اسبيشال نود، في نوت خاصه كولد ذا روت اوف ذا تري. صح الكلام؟ صح الكلام. طيب بقيه النودز اهو، ده لازم تقول له تعرفه، عشان كده يبقى انت عرفت تعريف التري كامل. زي مينينج نودز، النودز المتبقيه، او اسمهم الداتا ايتمز. ليه الداتا ايتمز؟ ما هو النودز دي فعل اللي في قلب التري، هي اللي حامله الداتا، هي اللي حامله الفيروس. وات ايفر بقى الداتا دي، ارقام زي اللي حضرتك شايفها، او في المثال السابق كانت عباره عن كاركترز، وات ايفر هي التري شايله اني تايب من الداتا. طيب نكمل التعريف. زي مينينج نودز اور الداتا ايتمز ار بارتيشن، يعني بتتقسم انتو ا نمبر اوف ديجوينت سب تريز. يعني ايه الكلام ده؟ بقسم بقيه النودز لمجموعه من السب تريز المنفصله، ايتش اوف ويتش، كل سب تري ايتش اوف ويتش، يعني عايز اقول لك كل سب تري من السب سيتس دي مالها؟ از اتسيلف ا تري or called a subtree. كل subset يعني مجموعة فرعية من النودز دي في حد ذاتها تقدر تطلق عليها تري أو حتى مين؟ subtree. وصل المفهوم؟ سهل جدا. حضرتك مش هنحفظه، احنا ايه؟ هنفهمه. زي ما عرفنا مين؟ زي ما عرفنا قبل كده linked list، قلنا عبارة عن مجموعة من ايه؟ من النودز، بس هزود عليها ايه؟ arranged in a hierarchical form، محطوطة في الشكل الايه؟ الهرمي ده. طيب وبس؟ لا. وبعدين such that، بحيث ايه؟ ان there is a special node called the root of the tree. بس؟ لا. طب what about the remaining nodes، بقايا النودز التانية، او اللي اسمهم ال data items are partitioned into a number of disjoint subsets، مجموعات فرعية. طيب ال subsets دي عبارة عن ايه؟ each of which، كل subset منهم is itself a tree or called، الاسم بقى صح، sub tree، يعني tree فرعية او جانبية من التري الأصلية. عظيم جدا، نكمل. قلت إن هتقول لنا على مجموعة من الكونسبت دلوقتي على الإيه التري، تمام؟ أيوه. إيه هي مجموعة الكونسبتس أو النوتيشنز لازم نفهمها في قلب الإيه
التري هنشوف دلوقتي مع بعض. أنا طبعا حاطط لك الرسمة تمام عشان نشرح عليها هذه الكونسبتس. أول حاجة زي ما حضراتكم شايفين هنتكلم على النود A اسمها، طبعا دي هي نود واحدة لأن هي روت، فبيقول الروت ده is a specially designed node or data item in the tree. يعني الكلام ده الروت دي نود مخصوصة في قلب مين؟ التري، مفيش غيرها. وهي it is the first node in the hierarchical arrangement of the data items. أول نود بكريتها والأصل في التري هي النود الأولى دي. يعني في اللينكد ليست فاكرين البوينتر الأولاني اللي اسمه ليست اللي بيشاور على أول نودة في التري، فبالنسبة لي الروت ده الأساس. زي في ريال لايف إكزامبل الشجرة قبل ما تبقى شجرة أو أي زرعة ما تبقى زرعة كده وجميلة وحلوة كانت بتبقى سيد بزغاية صح؟ بترميها في السويل وتغطي عليها وتقعد تسقيها بالمية وبعد كده اللي بتكون الروتس. لكن هنا عندنا روت واحد بس، مش روتس، مش جمع، سنجولر مش بلور، خلاص. فالروت ده هو الاساس بتاع مين؟ التري، وهو اللي بيبقى فيه اول نوده فين؟ في التري. طيب اللي مش واخد باله ايه ده في الفيجر اللي قدامنا ده، هو ده مين بالنسبه لي؟ ايه الروت؟ طيب اتش داتا ايتم، كل داتا اللي هي في المثال التري اللي هي الشكل ده، الاي دي داتا، البي دي داتا، السي داتا، كل الكلام ده. طبعا نوع هيبقى كاركترز، ممكن تبقى روت دي اوف انتجرز فلوتس، اي حاجه. اتش داتا ايتم ان ذا تري is called a node. عشان كده الداتا اللي بحطها جوه الدايره اسمها ايه؟ نود. يعني ما اقول دي النود بتاعتي، النود اللي في قلب ايه؟ التري. It specifies، هي بتحدد زي مين؟ زي داتا انفورميشن، الانفورميشن اند ذا لينكس او اللي اسمها البرانشز تو ذا اذر داتا ايتمز. يعني السي مثلا على سبيل المثال، النود سي دي الداتا بتاعتها هي سي، وبتعرفني وانا واقف على النود دي ان لها تو سانز، ابنين او تو برانشز او تو سب تريز، واحد اسمه جي والتاني اسمه ايه؟ اتش. اما اقف عند النود اتش دي بتعرفني انها مفيش، يعني ملهاش لا ليفت سن ولا رايت ايه سن. نفتكر بعد اذن حضراتكم هنا الايه القرانيه اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ايه ذكورا، خلاص، ويجعل من يشاء ايه عقيما، تمام. ايه ده؟ فحضرتك ممكن الانسان ده، ما احنا قلنا زي الفاميلي تري، او الشخص ده يخلف ولد وبنت او ما يخلفش خالص ويبقى ايه عقيم، او يخلف نوع واحد بس زي ده جي، خلف سي بنت وما خلفش ايه ولاد. معايا؟ انا بقول لك الحاجات ديت ازاي عشان ايه الناس تفتكر مع بعض الى حد ما وتبقى فاهمه ومستوعبه الكلام ده كويس. طيب بيزك ترمينولوجيز، هنبص على الرسمه دي كويس. اي تري قدامنا نركز فيها، اول خطوه اما تبقى قدامنا هنعمل ايه؟ شايفين اللاينز او الداش دي هنقول ده يعتبر اسمه ليفل، مستوى. الداش لاين ده ليفل تاني، ده ليفل تالت، ده ليفل كام؟ رابع. ممكن اسالك سؤال، وات ار ذا ليفلز اوف ذيس تري؟ فالناس على طول بسم الله ما شاء الله ايه تتسرع، بسم الله الرحمن الرحيم الاجابه ثلاثه. غلط غلط غلط. ليه؟ ما هو ايوه، وليفل زيرو ما تعدش، فادي ليفل، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، اربعة. يبقى النمبر اوف ليفلز از كام؟ فور. ولازم ابتدي من زيرو، والليفل ده بيتعدى عند مين؟ الروت. ماشي. طبعا الاورجانيزيشن بتاع التري مش عشوائي، يعني هتلاقي كل ناس في ليفل مع بعض. طبعا الروت ده في ليفل لوحده، اللي هو كانه تحت الارض زي الشجره العاديه. اول ما بنطلع كده باول برانشات فيبتدي ادي ليفل، الناس اللي في ليفل واحد يعني في مستوى واحد ده يعتبر ليفل، لحد ما اوصل لمين؟ ليه؟ ها دول اسمهم ايه؟ تيرمينالز او ليفز، اخر حاجه في قلب الشجره، اخر حاجه في قلب الشجره اللي هو مين؟ اوراق بتاع مين؟ الشجره نفسها. نكمل؟ نكمل. في حاجه اسمها الديجري اوف ذا نود، ديجري اوف ذا نود، الدرجه بتاع النود. ايه الديجري اوف ذا نود دي؟ طبعا انا عارف الديجري اوف ذا ستودنت، لكن ايه الديجري اوف ذا نود؟ الديجري اوف ذا نود از ذا نمبر اوف سب تريز اوف ذا نود ان ا جيفن تري. مش فاهمين حاجه. الخلاصه عدد الايه مش السب تريز الفرعيه من، او نقدر نسهلها لحضرتك نمبر اوف برانشز. يعني ايه الكلام ده؟ ننزل كده نروح للرسمه، بقول لك ايه وات از ذا ديجري اوف نود ايه، درجه نود ايه، فتعد عدد السب تريز اللي منها، اللي هو مين؟ دي كده ادي سب تري، ادي واحد، دي كده سب تري اتنين، كده سب تري تلاته. للتسهيل لحضراتكم عد بالبلدي كده الارز اللي طالعه منها،
او البرانشات اللي طالعه منها، لان كل برانش مينز ان دي سب تري، ده سب تري، ده سب تري. فالديجري اوف اي كام؟ 3. الديجري اوف سي كام؟ 2. الديجري اوف او كام؟ 0. ليه؟ هو في سب برانشز طالعه منها؟ لا. يبقى خلاصه الاول ان كل الليفز او التيرمينالز الديجري بتاعتهم كام؟ 0. طيب ده الديجري بتاع جي جي كام؟ 1. ليه طالع منها ايه؟ برانش 1. طيب حلو قوي. هنا طبعا في المثال اهو بيدي اكزامبل، الديجري اوف ايه 3، عدى عدد البرانشات بي 2 اند سو اون. طيب احنا كده خدنا الديجري بتاع كل نود. في بقى حاجه اسمها الديجري اوف ذا تري، التري كلها على بعضها لا ديجري. از ذا ماكسيمم ديجري اوف ذا نود ان ذا جيفن تري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا ممكن اجيب لك كده سؤال في الاكزام، اديك تري واسالك الاسئله دي، هات لي الديجري بتاع كل نود، او اسالك سؤال مباشر وات از ذا ديجري اوف ذا تري. يبقى ساعتها انت مضطر تعمل زي جدول وتعمل ايه كل النودز كده وتكتب الديجري بتاعتها، كل النود والديجري بتاعتها، كل النود والديجري بتاعتها. فالناس هتبقى 2 3 4 1 0 5 اند سو اون. ثم طب ايه بقى الديجري بتاع التري؟ هي اكبر نود شوف طالع منها برانش، يبقى دي الديجري بتاع التري. في الحالة دي طبعا بالنظر كده، هي طبعا ما تجيش بالنظر، لازم ايه تثبت لي انك جايبها بنفسك. بس انا طبعا كمني عارف القصة دي، فشايف ايه نود جي طلع منها كام برانش، ادي 1 2 3 4 4، يبقى هتاخد الماكسيموم. فين الكلام ده؟ مش جايبه من عندي. ذا ديجري اوف ذا تري از ذا ماكسيموم ديجري اوف ذا نود ان ذا جيفن تري. فيبقى اول خطوة عشان تثبت الكلام ده انك تحسب الديجري بتاع كل نود وتشوف ماكسيمومهم اكبرهم، يبقى هو ده مين؟ الديجري بتاع النود. أو the degree node j is 4 while all the other nodes have less or equal than degree. أقل من 4، في 3 في 2 في 1 في 0. بالنسبة للنود with degree 0 دول are called إيه بقى؟ ها؟ terminal node or leaf. ما هو دول إيه؟ الناس بقى اللي ما عندهمش إيه؟ أي برانشات. طيب. Any node whose degree is not 0 is called a non-terminal node. يعني إيه الكلام ده؟ تاني، تيرمينال يعني نهاية، زي خلاص مفيش تحت منه بعد النهاية، مفيش بداية، خلاص ذات ذا اند. فالتيرمينال نودز دي كده ملهاش برانشات اسمهم تيرمينال. طيب الناس اللي في النص نون تيرمينال، ليه نون تيرمينال؟ مش النهاية، لأن عكسها في لسه بعدهم ايه برانشز تانية، أو في لسه بعدهم ايه سانز تانية أو نودز تانية. طيب في حد عنده مشكلة في الكلام ده لغاية دلوقتي؟ أعتقد إن الدنيا ايه بسيطة وفاهمة وواضحة يعني. ليه؟ في كونسبت تاني مهم جدا يهمني، ايه هو؟ حاجة اسمها depth of the tree، أو ساعات بيطلق عليه في بعض الكتب الهايت، الارتفاع. هات لي الهايت أو الاتنين كلاهما في الإنجليش لانجوج واحد، يعني depth هي إيه هايت؟ depth عمق، هايت يعني ارتفاع. افتكروا كده زمان زمان اما كان الناس في مركب او في سفينه، قبل ما طبعا الاجهزه والحاجات الحديثه اللي هي بالالتراسونيك ان هم يقيسوا ايه الدبس العمق، او الغاطس بالبلدي كده بتاع المركبه او السفينه دي، نعرفوا ما على عمق على تحت الميه في عمق قد ايه. فكانوا زمان بيعملوها ازاي؟ مانيوالي بالمنافله، طوبه ويربطوها في خيط ولا طبعا متين وينزلوها ويشوفوا اخر خيط ده هيتبل لحد فين، يقدروا تقريبا مين العمق او الدبس او الهايت بتاع ايه الميه فين في المكان ده. صح، حضرتك هتعمل كده، نعم، هتجيب خيط وحجر ولا طوبه وتنزله. بس هتنزله منين؟ البدايه بتاعتك بتاعت المركبه، نرجع للصوره، كانك واقف عند روت ايه، كان المركبه بتاعتك فين؟ هنا. ونزلت، ادي ليفل 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 ليفل، هو ده بقى عشان نرجع بقى للتعريف. depth of the tree is the maximum level of a any node in the given tree that the number of level one can descend the tree from the root node to the terminal node. هو عدد الليفلز اللي هي حضرتك بتمر عليها من مين؟ من الروت، من الروت لحد مين؟ الترمينال ايه نود. يعني حضرتك ايه هتقولها؟ ادي ايه؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي كام؟ تلاتة، ادي اربعة. يبقى الدبس بتاع التري او الهايت بتاعها كام؟ اربعة. طيب ايه تاني في البيزك ترمينولوجي بتاع التري؟ بيقولوا في حاجة اسمها، عندي نوعين من التريز، جنرال تري، حاجة اسمها باينري تري. الجنرال تري والباينري تري،
معلش انا هديها بمثال كده، يعني عشان اقرب الصورة اكتر عشان الناس تفهم. المثال ده كل الدول دلوقتي بتتجه لحاجة اسمها تنظيم النسل وليس تحديد النسل. ايه التنظيم؟ يقول لك عشان الدولة وحضرتك تبقى قادر على انك تعلم ولادك كويس، ان كان ولاد او بنات، او تربيهم كويس، تعرف تصرف عليهم كويس، كل الكلام ده، فلازم يبقى عندك ايه؟ تنظيم في النسل. حتى الدولة بتاعتنا دلوقتي اتجهت الى انها تحدد ان الناس اللي هياخدوا دعم او الناس اللي هياخدوا خدمات في البلد دي ماكسيموم كام؟ 2. اللي احنا بنتكلم عليه ده دلوقتي في الداتا ستراكشر بتاعنا هو اللي اسمه مين؟ الباينيتري. ده الماكسيموم نمبر اوف سيرفيس اللي ممكن بتقدمه من الدولة، ان المواطن الواحد يبقى عنده ايه؟ تو سانس، بصرف النظر عنه ليه ولدين، بنتين، ولد على بنت، او ايه، او ما فيش. طيب الناس بقى اللي فاتحه على البحري اللي ديت الجنرال تري، لو يجيب 4 5 6 2 3 زي ما ايه اللي في دماغه يجيب، يعني زي ما هو عايز، هو ده اسمها مين؟ الجنرال تري. يعني ايه ببساطه شديده؟ الباينري تري هي عباره عن تري ممكن يبقى عدد مالها بقى كل النودز اللي فيها، كل النودز اللي في التري بتبقى الماكسيمم نمبر اوف سانز اللي تجيبهم 2. لكن معنى قلت ان انا قلت في التعبير بتاع الماكسيمم يعني ممكن ايه تقل، يعني ايه؟ يبقى النود الواحدة يبقى عندها واحد، زي مين؟ زي المثال. تمام؟ لا ما فيش واحدة عندها، كله عنده ايه؟ 2 هنا. تمام؟ معنى كده انها تقل، يا واحد بس ممكن تبقى واحد اسمها باينري تري، او ممكن تبقى ما فيش، تبقى ما فيش يعني زي دول، هو النودز اللي في الليفز دي عندها لها سانز تانية؟ لا. فده الباينري تري يا يبقى عقيم، يا يبقى عنده 1 سان، يا اما عنده ايه؟ ماكسيمم 2 سم. اما بقى الجنرال تري اسمها جنرال، فيها كل الاوبشنات. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما شايف اول واحد الروت ده خلف كام؟ 4. ده خلف كام؟ 1. وده خلف بعد كده 1، وده ما فيش. ده مثلا سي نود دي جايبه كام؟ 2، وده ما جابش لكن ده جاب 1. ده بس لا اتجوز ولا خلف ولا اي حاجه، عقيم، ده جاب 1. فهمنا؟ فعشان كده جنرال ملهاش شكل محدد او ايه استراكشر معين. نقصه اكتر في التريز ديت، ممكن نقسمها لانواع مختلفة. ايه هي الانواع ديت؟ زي ما شايف ده التريز ان جنرال، يا تو واي باينري يا اما ام واي باينري. ايه تو واي ده؟ اللي هو زي ما قلت لك اقصى حاجة تو سانز، التري دي فين في كل النودز بتاعتها، يا ما فيش. الانواع بقى من التو واي باينري، وده اللي ان شاء الله هنكتب كوده، اول واحد بي اس تي اللي هو باينري سيرش تري، وفي بالانسد باينري تري، وفي اكسبريشن مين تري. طيب في البالانسد باينري تري في منها نوعين، هايت بالانسد ويت بالانسد. طبعا بالانس يعني وزن، تمام؟ فايه يعني ايه وزنها؟ وانا هوزن النودز اللي في التري؟ لا، شايف اسمه هايت بالانسد، بالانسد يعني التري بتاعتي دي الوزن بتاعها في الهايت، وفي ويت الارتفاع في الفاهم، وفي فين في الويت. طيب وفي اكسبريشن تري، ده طبعا اللي هيدرس فيه كورس كومبايلر هيشتغل اكتر على الكلام ده، ان اي اكسبريشن لما تيجي الكومبايلر ينفذه ويحسب البريوتي بتاعه بيحطه في صورة تري. فمهم جدا انك تفهم التري ده وتشوف بريوتيز ازاي بتتنفذ وبتتعمل، هنشوف مثال كمان شوية. ام وي باينري تري ما فيهاش غير نوعين بس اللي هما زي البالانسد كده، يا هايت بالانسد يا ويت بالانسد. الام وي دي اللي كانها الجنرال تري، ام ده يعني كانه اكس، اكس دي بقى ايه فوق الاثنين، يعني 3 وي باينري تري، 4 وي باينري تري، 5 وي، تمام؟ لا ما شاء الله، من الاخر كده اللي هو مفيش تحديد، مفيش تنظيم نسل، الناس تجيب ايه؟ تخلف زي ما هي عايزه، اللي يجيب 2 ليه؟ اما اسف 2 تبقى هنا، اكتر من 2 تبقى هنا، تمام؟ 3 4 5 6 10 كل ده. طيب احنا قلنا الكودينج بتاعنا والفوكس بتاعنا واللي هنشتغل عليه هو مين؟ الباينري سيرش تري، عشان كده بهايلايت لك عليه. طيب بما اننا هنشتغل اكتر وهنتعامل اكتر مع التو واي باينري تري، فاحنا لازم نعرف معلومات عن مين؟ عن التو واي باينري تري اكتر، تمام؟ اول حاجه ا باينري تري هي عباره عن ايه؟ از ا تري ان ويتش نو نود كان هاف مور ذان تو شيلدرن. لا كنت بقول لك الماكسيمم نمبر اوف تشيلدرن كام؟ 2. ما فيش اي نود فيها تبقى عندها اكتر من 2، يعني ايه الكلام ده؟ تبقى عندها 3، تبقى عندها 4 5 6 كده، يبقى مش هتبقى باينري تري، امال هتبقى ايه؟ جنرال تري. اي نود، اي نود، مثال اهو، بص ده اسمه ايه؟ اللي هو ايه؟ الروت او البيرنت. ده مين؟
ليفت تشايلد لو ابن شمال، لرايت تشايلد ابن يمين. خلاص طيب، يبقى كده ده مخلف الماكسيموم بتاع 2. في برانشات تانية طالعة منه؟ لا. البي خلف هو كام؟ 2. دي و اي. السي خلف هو كام؟ اف و جي. جي جاب واحد بس، برضه تفضل بين السيش تي ار، لان الماكسيموم ايه؟ تو شيلدرن. اللي هنا ده ما فيش، برضه تفضل. اه تفضل نكمل. اه typically these children are described as left child and right a child of the parent node. فطبعا بقى كنت بوضح لك على الرسمه دي يعني ايه left child و right child ومين هو البيرنت اللي هو في الحاجة. في بعض الكونسبت هنوضحها دلوقتي وهنتكلم عنها قدام، بس هديك انت عنها بسيطه. زي ما اقول لك ايه، what is the parent of node D؟ parent of node D يبقى الفازر بتاعها اللي هو في الحالة دي مين؟ بي. What is the parent of node E؟ برضه في in this case هيبقى مين؟ بي. What is the son of left son of F؟ في مفيش. Right son of F؟ مفيش. What is the left son أو left child of G؟ ساعتها هيبقى مين؟ G. What is the right son أو right child of E؟ ساعتها مين؟ I. Left child of E يبقى مين؟ H، وهكذا. في عندي strictly binary tree. ايه ال strictly binary tree؟ يعني binary tree عليها limitation معينة. يبقى في الأصل هي binary tree، يعني binary tree نفس ال definition اللي فات، يبقى لها son واحد، يا لها two sons، يا ملهاش. تمام؟ هي عبارة عن ايه؟ if every null leaf node، عشان بقول انها مش binary tree عادية، لا ده strictly binary tree. فبيقول لك ايه؟ if every non leaf node، كل non leaf node يعني ايه هنا في الحاله دي في المثال ده؟ مين ال non leaf؟ دي leaf ودي leaf ودي leaf ودي leaf ودي leaf. كل بقى ال non leaf node مالهم؟ ها in the binary tree has non empty left and right mean sub tree. ساعتها يبقى ايه؟ ساعتها يبقى اسمها strictly ايه؟ ها strictly binary tree. خلاص نبص كده، ده نال ليف له اتنين، ايوه صح، يبقى تمام ماشي. طيب ده ليف ملوش، ده ليف ملوش، ملوش ده له اتنين، ده له اتنين، وحتى الايه البيرنت له ايه؟ اتنين. طيب strictly binary tree with n leaves always contain 2 n minus 1 nodes، يعني عد الليفز دول اللي هنا في التري دي، ادي 1 2 3 4 5، يعني عندي 5 leaves always contains 2 في 5 بكام؟ ب 10 ناقص 1 يبقى 9. يبقى عشان اجيب ده يبقى في ايه؟ 9 nodes اللي هم نفسهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. مظبوطين؟ مظبوطين. ده معنى الايه؟ القاعده بتاعتنا والكريتيريا بتاعتنا دي. اوكي نكمل. طيب في بقى الاكسبريشن باينري تري دي اللي كنا بنتكلم عنها من شويه، هي عبارة عن ايه؟ لما يبقى عندك اكسبريشن زي ده e equal a plus b divided by c minus d star e، حاجة زي كده بتمثل ازاي في تري؟ اللي جوه التري مش هيبقى ال a b c، ايه ده ايه ده؟ اللي هيبقى جوه التري ال a وال b وال c والكلام ده والاوبريتور، تمام؟ الأقواس هي اللي مش هد ايه مش هنمثلها فين في الاكسبريشن تري. ناخد مثال، قلنا ايه الأعلى بريزدنس الأول؟ اللي جوه الأقواس، فعندي a plus b، فعلى جنب أعمل نودة a وأعمل نودة b واجمعهم بمين؟ بوبريتو الايه؟ الاديشن. طيب سلاش هي سلاش مع ايه؟ مع اقواس تانية اللي هي عبارة عن ايه؟ سي ماينس دي واللي يطلع منها يضيف في فادي سي ودي بالماينس، واللي يطلع من هنا اضربهم فين؟ في بعض، وبعد كده السب 3 دي مع السب 3 دي اقسمهم على بعض، فكونت الاكسبريشن مين؟ 3 للايه؟ الاكسبريشن اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده، تمام؟ طيب في عندي حاجة نوع تاني اسمه الكومبليت باينري تري. ايه بقى الكومبليت باينري تري؟ برضه هي عبارة عن ايه؟ ذا باينري تري. ماشي، كومبليت باينري تري ات ديبس دي از ذا ستريكتلي باينري تري وين اول ليفز ار ات ليفل دي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تاني تاني، هي عبارة عن ايه؟ هي باينري تري بس الليفز كلها بتاعتها في ليفل واحد. فين ده؟ ها؟ في الليفل دي، يعني في اخر ليفل. ماشي؟ يعني دي اللي فاتت دي ما ينفعش عليها اقول عليها كومبليت باينري تري. ماشي؟ اللي هي مين؟ يا strictly binary tree دي ينفع اقول عليها complete binary tree؟ لا. ليه؟ لان الليفز هنا في ليفل والليفز هنا في ايه؟ ليفل، لازم كلها تبقى في ليفل ايه؟ في ليفل دي. تمام؟ فين احنا؟ سوري
هنا. فبص كده على الباينري تري دي، دي يا لها صن واحد يا لها صنين يا ايه يا ما فيش، كلهم عند ليفل دي. يبقى دي يطلق على ايه؟ كومبليت باينري تري. باينري تري فيرسس الاوردينري تري، او اللي اسمها ايه جنرال تري، اللي هو مقارنة، عاوزين نقارن ما بين ده وده. اول حاجة الديفرنس ما بين الباينري تري والاوردينري تري از ان الباينري تري ممكن كان بي امتي فاضية، وير ذا تري اللي هي الجنرال تري او الاوردينري تري كانت. يبقى اول مقارنة من حيث ايه الشكل العام، فالتري دي الباينري تري ممكن تبقى امتي يعني ما تخلفش، لكن الجنرال تري او الاوردينري تري لا يمكن، لازم يبقى عندها ايه سانز. طيب تاني حاجة، each element in the binary tree has exactly two subtrees. كل element في الباينري تري له مين؟ اتنين سب تري، one or both، يا واحد يا ايه يا الاتنين of these subtrees may be empty. يا يعني عشان بس الناس ايه ده معقول كل نود يبقى لها اتنين؟ بس بيقول لك واحد او الاتنين ممكن يبقى فاضي. ليه؟ لان مثلا الليف نودز في الباينري تري ما عندهمش سانز ولا اي حاجه. طيب each element in the tree can have any number of subtrees. التانية بقى ما اقول لا اقصد التري دي طالما ما سبقتهاش بباينري او اي حاجة، يبقى ساعتها دي المقصود بيها مين؟ في الاوردينري تري. طيب the subtree of each element in the binary tree are ordered. فعلا بحط الارقام في الباينري تري بترتيبة معينة، ايه هي انا اعرفها كمان شوية. بينما فين؟ are ordered فين؟ في الليفت ورايت subtrees. السبتريز بقى ان ذا تري ار ان اوردرد، ممكن احط ايه الفاليوز نفسها بطريقه راندملي او عشوائيه او حاجه من هذا القبيل. في بقى نوعين عندنا، اللي هو حاجه اسمها ال سكيود واي سكيود. ال اللي هي ليفت سكيود اللي هو التري منحرفه شمال، او رايت سكيود التري منحرفه يمين، باينري تري. بص لما تبقى عندي بيغن له ليفت سن وده له ليفت سن وده له ليفت سن، يبقى اسمها ليفت سكيود ايه باينري تري. ما يبقى عندي بيغن له رايت سن وده له رايت سن وده رايت سن، يبقى دي رايت ايه سكيو تري، يبقى تري منحرفه شمال وتري منحرفه يمين. الباينري تري ريبريزنتيشن، ما اجي بقى اجي اكتب او افكر في الكود بتاع التري ريبريزنتيشن وتحديدا الباينري تري مش اي تري، لا طريقتين، في سيكونشال ريبريزنتيشن ده يوزنج الاري، وفي لينكد ايه ليست ريبريزنتيشن زي ما اتكلمنا في المحاضره السابقه عن مين؟ عن البريوريتي كيو، وقلنا انه ايه صعب الشغل معاه في الاريز لكن الاسهل فين؟ في النودز واللينكد ليست، وتقريبا ذا سيم سيناريو برضه هنعمله هنا فين؟ في الباينري تري. بس هناخد برضه كل ريبريزنتيشن نفهمه بيحصل ازاي والشغل عليه. اول حاجه الاري ريبريزنتيشن، وده بس مش هنكوده بس نبقى فاهمينه، ده بيتم ازاي؟ ما بقى عند حضرتك اري اهو زي ده، تمام؟ ماشي، ماله بقى؟ احنا عندنا في الاصل تري، اسف اللي عندنا اللي جيفن هو مين؟ تري، وده ريبريزنتيشن بتاعه ازاي همثل التري دي فين في قلب الاري. بص كده على التري دي هي عباره عن ايه شكلها؟ الروت اسمه ايه؟ وعندها اتنين صن بي وسي، وده البي عندها اتنين صن دي واي، والسي ما عندهاش غير صن واحد مين؟ اف. اول حاجه بعمل الاندكس بتاع الاري بتاعي، او صعب بمثله في اري عباره عن ايه؟ 1 دايمنشن اري، الروت هياخد اندكس 0، وابتدي من الشمال يا جماعه، يعني الليفت صن يعني واحد، ورايت صن يبقى كام؟ اتنين، وهنا نفس الكلام تلاتة، بعد كده كام؟ أربعة، حتى المكان الفاضي لازم أحسبه إنه كام بقيمة بخمسة وهنا كام؟ ستة، ثم هيبقى عندي الأغية أهو. بص 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 أدي الإندسيز تحت كله خد A B C D E والفاضي اتساب فاضي، وبعدين مين؟ ال F. ده كده الريبريزنتيشن أو طريقة التمثيل لمين؟ للتري في صورة 1 دي أغية، تمام؟ طيب الدبس بتاع التري طبعا دوت كام؟ تلاتة. دي بعض الاوبريشنز اللي ممكن ايه اقدر اعملها ازاي لو عايز اجيب فازر اوف نود معين لها الاندكس ان. ايه الاندكس ان؟ لو اندكس الاري ده خلاص، يعني مثلا هدي كده راندملي مثلا عندي الاندكس، الاندكس اتنين، الان بتاعته باتنين، ايوه عاوز اجيب الفازر بتاعه اللي هي النود كام هنا؟ سي. مش هنبص على التري، هنبص على الاري. فبيقول لك ده بقاعده ايه؟ ان ماينس واحد على اتنين، يعني 2 ناقص 1 يا جماعه كام؟ 1. 1 على 2 اسمه انتجر على انتجر، يبقى فيها الكام؟ ها؟ 1 على 2 يبقى فيها 0، بس يبقى السي الفازر بتاعها في اندكس 0 اللي هو مين؟ الاي.
ماشي. طب عايز اجيب الليفت تشايلد اوف نود هافينج اندكس ان، مثلا ليفت مين تشايلد، هاخد نود كده عشوائي مثلا ايه الاي خلاص، الان بتاعتها بكام، الاندكس بتاعها ب 4، 4 2 في 4 8 زائد 1 كام 9. انت عايز تجيب مين؟ هي الاي، الاي لها ليفت تشايلد مفيش اصلا. يبقى ناخد دي حاجة كده اعلى، مثلا ايه الاي خلاص الاندكس بتاعها بكام، 0، 0 في 0 في 2 ان، يعني 0 في ان بكام، 0 في 2 ب 0، 0 زائد 1 يبقى كام، 1. يبقى الليفت تشايلد عند اندكس 1 اللي هو في الحالة دي كام، بي. ذا سيم ثينج بالنسبة لمين، لغاية تشايلد. ناخد مثال، ناخد مثال مثلا عند اندكس 2 ماشي، لغاية تشايلد بتاع 2 بين القاعدة، لغاية تشايلد عبارة عن ايه، 2 في ان زائد ايه 2، 2 في 2 انت عايز تجيب مين، لغاية تشايلد 2 زائد 2 في 2 بكام، ب 4 زائد 2 يبقى 6 اهو، 6 يبقى الاندكس كام، 6 تمام. طيب التمثيل التاني بطريقة اللينكد ليست. ازاي اللينكد ليست؟ دي النود بتاعتي صح؟ زي ما حضراتكم شايفين اهي، نود اللي كنا عاملينها في اللينكد ليست بفكرة الفيل، فاكرين التمثيل ده؟ ايوه. بدل ما هتبقى فيها 2 ممبرز هيبقى فيها 3، فيها الانفو او الداتا بتاعتنا اللي هي انتجر او فلوت او دبل او اي حاجه، فيها 2 بوينترز، 2 ايه بوينترز من نوع ايه، نود، يعني ال تشايلد ليفت تشايلد وغايه مين تشايلد. عشان كده ادي الاستراكشر بتاع النود عباره عن 3 ممبرز، انتجر انفو، نود ستار ال تشايلد، نود ستار مين رايت تشايلد. ليه يا جماعه من نوع نود؟ لان احنا قلنا بنشاور على البلوك كله. بص ادي هي التري السابقه فيها ايه، بي سي دي اي اف، ده ما فيش، فده له رايت تشايلد لكن ملوش مين ليفت ايه تشايلد، يعني ما فيش ادرس. طبعا انا راسم بالاحمر اللي هو مين التيرمينالز، يعني لا له ليفت ولا رايت، عاملهم لك باللون مين الاحمر، في ادرس في عنوان يعني ده لغايه تشايلد، فعشان كده واخد اللون ايه البلو. فهمنا كده تمام. طيب ايه الاوبريشنز اللي ممكن تتعمل على الباينري تري زي اي داتا ستراكشر؟ بعد ما نعرف تمثيله ازاي في الميموري، عاوز اعرف الاوبريشن، اديشن سبتراكشن مالتبليكيشن، طبعا هو مش كده، الانسيرت ازاي بيتم، الديليت، لو في اوبريشنز السيرش كونكاتينيت، الكلام ده كله. دي مجموعه البيزك اوبريشنز اللي بتتعمل على الباينري تري. اكيد طبعا هتبقى فيها كرييت ان امتي باينري تري، ترافيرس باينري تري، يعني ايه ترافيرس؟ يعني انك تزورها، تزورها كل النودز اللي فيها، انزرت نيو نود، ديليت انود تمام، سيرش فور نود، كوبينج ميرور ايمج اوف ذا تري، يعني ايه نسخه تانية من التري، تعمل تري تانية زيها، ديتيرمن ذا توتال نمبر اوف نودز، تعرف عدد النودز، ديتيرمن ذا توتال نمبر اوف ليفز، جيت ليفز، جيت اون نودز كده، يعني اعداد كلها، حصر تحس انها كلها ايه توتالات كلها. فايند ذا سمولست اليمنت ان ذا ان ذا، ما ينفعش ان ذا نود طبعا اكيد، ان ذا تري، فايند ذا لارجست اليمنت ان ذا تري، فايند ذا هايت اوف ذا تري، فايند ذا فاذر ليفت تشايلد رايت تشايلد اوف، دي بقى اربيتري نود. كل دي مجموعه الاوبريشنز اللي ممكن تعمل على مين، على التري. دي طبعا باينري سيرش تري تمام. ايه الباينري سيرش تري؟ تمثال لها دي الكاركترستيك بتاعتها او الشروط، امتى اقول على التري دي تبقى باينري سيرش تري تمام. دي طبعا مع ارقام، هتلاقي الارقام غريبه قوي، بص هنا 50، هنا 25، 40، 20، 10، 9، 3، ايه ده ايه ده؟ الارقام دي اول رقم دخل على التري لما كانت فاضيه هو ال 50 فبقى رول. بعد كده الارقام لما دخلت، اللي انا طبعا مش معايا ده، الارقام دي ايه بتتوزع يا شمال يا يمين بناء على ايه؟ واحد يقول لك الترتيب، لا 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 حضرتك، بناء على كومبارزون، مقارنه الانفو او الفاليو اللي جايه، يعني مثلا لو تاني واحد 25، يا 25 انت اكبر ولا اقل من 50؟ انا اقل، يبقى هتبقي ابن شمال ليا. وصلت؟ يا 75 لو هي الرقم اللي بعده، انت علاقتك بالروت بال 50 اكبر ولا اصغر؟ لا انا اكبر، يبقى انت هتبقى ايه؟ رايت برانش اللي هتبقى في اليمين. وصلت القصه؟ يعني المقارنه كلها بتاع كل فاليو بعد ما بكون الروت في الباينري سيرش تري بمين؟ بالروت، وتوزيعه هيبقى شمال ولا يمين بيزد على مين، هو اكبر ولا ايه اصغر. ثم افرض هنا كان في نود، يعني مثلا ال 20 دي اتضافت هنا ازاي؟ سي ال 20 مش موجوده هنا يا جماعه، ال 20 مش موجوده هنا، داخله لسه عندي، يا 20
علاقتك بال50 اقل ولا اكبر؟ اقل، يبقى تمشي شمال. هتتحط هنا، لا المكان مش فاضي، ده في 25. يا 20، علاقتك بال25 اقل ولا اصغر؟ اقل. في هنا مكان، لا يبقى تتحط هنا. فهمنا؟ فكأن الارقام بتدخل في الباينري سيرش تري بترتيبه معينه. ايه الترتيبه دي؟ الاقل على الشمال والاكبر على مين؟ على اليمين. تمام؟ هو ده بقى شرح الباينري سيرش تري. is a binary tree which is either يا اما امتي or satisfies the following properties. ايه بقى؟ every node، كل نود has a value and no nodes have the same value. بص يعني مفيش تكرار. نرجع لدي، ما تلاقيش 50 مرتين، 60 مرتين، 40 مرتين. بص كلها هتلاقي الارقام دي يونيك. ماشي؟ طيب نرجع نكمل، ده اول شرط. تاني شرط، if they exist at left child او ليفت سب تري، لو في نوده واحده شمال او سب تري هي على بعضها، يعني اكتر من نود في الشمال، زين اتس فاليو لازم تكون قيمتهم كلهم على بعض از ليس ذان ذا فاليو اوف ذا. نبص كده على الرسمه، يعني 25 اقل من روت ار، ال 20 اقل من روت ار، ال 40 اقل من روت ار، 30 45، مش ده يا اما تشيلد واحد يا ليفت سب تري. هيجي بقى المثال الثاني العكس، لو في رايت سب تري او رايت ليفت او رايت تشايلد، يعني يا نوده واحده يا اكتر من نوده على اليمين، اكيد كلهم اكبر من مين؟ من الروت. فال 75 اكبر من 50، وال 80 اكبر من 50، وهكذا and so on. تمام؟ اهو if في فاليو او فاليوز مفرد او جمع ان ذا رايت تشايلد او رايت سب تري هتبقى از لارج سن ذا فاليو اوف ذا روت نو. هي دي يا جماعه مين؟ الباينري سيرش تري اللي احنا عايزين نبرمجها وعاوزين نكتب ايه الكود بتاعتها. اظن كده يعني ايه فهمناها، هي باينري تري عاديه، ولكن الجديد ايه؟ هي ان الارقام فيها بتتحط بترتيب معينه. الترتيبه دي بيوقع فيها ان الليفت يبقى اقل من الروت، وان الرايت يبقى ايه اكبر من الروت. تمام؟ طيب نكمل. adding a value to the binary search tree، اما تيجي تضيف قيمة جديدة على التري دي بتتم ازاي؟ عشان الناس اللي ما فهمتش بقى ناخدها بمثال لايف. او نيو فاليو 4، عايز اضيف 4 في تري اوريدي موجود، شوف ايه اللي هيحصل، ايه الخطوات. ده الالجوريزم يا جماعة اللي احنا المفروض هنكوده ببساطة شديدة وخطوتين هبلة قوي. سيرش فور ذا بليس، انا هسيرش على المكان المناسب تو بوت ذا نيو اليمنت، بعد كده انزرت ذا نيو اليمنت في البليس ده، خلصت. لا لا لا. طب ده ازاي بتسيرش؟ ليه؟ عن طريق المقارنة. ازاي الكلام ده؟ لو القيمة الجديدة اللي هي 4 اللي عايز اضيفها is less than the current node value، current node بقى دي اللي هي مثلا في الحالة دي أول مرة تبقى root، أو لو راحت شمال تبقى القيمة دي، أو لو راحت يمين go to the left sub tree، روح على الشمال لو أقل. طب لو أكبر روح على مين؟ على اليمين. وتفضل تكرر في ده لحد ما تتحط فين؟ في المكان الصح. تمام؟ ماشي؟ فين الكلام ده؟ ناخد مثال، مثال insert 4 to the tree دي. يا 4 هقارنها بمين؟ بالروت الأول اللي هو النود دي. 4 أقل ولا أكبر يا جماعة؟ أقل، يبقى تروح هنا. تروح هنا على طول، ده مش فاضي، ده لقيت كام؟ 2. فهقارن الأربعة بمين؟ بالاتنين. الأربعة أكبر من مين؟ بالاتنين. تروح شمال ولا يمين؟ يبقى تروح يمين. هتقابل في المرة الجاية مين؟ التلاتة. يا 4 علاقتك بالتلاتة أكبر ولا أصغر؟ أكبر، يبقى تروح في الآخر يمين، تتسكن فاينالي فين؟ في اليمين. بس هي طبعا بالنسبة للروت فين؟ شمال، لأن قيمتها أصغر من مين؟ من الخمسة. بس حتة تروح يمين ولا شمال على حسب مقارنة كل ليفل هي بتنزل فيه. وصلت كده؟ سهل الموضوع؟ سهل. طيب removing a value from the binary search tree، ازاي اشيل value من binary search ايه تري؟ هنا طبعا مثال اهو، ماينس 4 عايز اريموفها، بعد ما اشيلها بقت دي شكل مين؟ ال binary search tree. الحقيقة العملية دي قد تبدو سهلة ولكن هي صعبة جدا عن الانسرت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ازاي؟ الالجوريزم بتاعها بسيط، اسيرش فور نود تو ريموف، اف ذا نود از فاوند ران ذا ريموف الجوريزم. ما قلتش ريموف على طول. ايه ده؟ لان الريموفنج عندي فيه 3 كيسز، وكل حاله لها طريقه معينه في الهاندلنج بتاعها. ايه هما الثلاثه كيسز؟ ركز كده، يعني النود اللي عايز اشيلها عقيمه، ودي تبقى اسهل ما يمكن، نود تو بي ريموفد هاز نو تشيلدرن، دي اللي عقيمه، يا نود تو بي ريموفد هاز وان تشايلد، لها ابن واحد، يا نوت تو بي ريموفد هاز تو تشايلد. طبعا كل ما كان في عيال كتير كل ما الدنيا ايه اتكلكعت وتعقدت اكتر، كل ما مفيش كل ما الدنيا ايه بسيطه. ماشي؟ كيس 1، ذيس كيس كوايت سمبل، بسيطه. الالجوزم سيتس كورسبوندنج، ساعتها بيحط الايه البيرنت بدل ما دي، بعد ما اشيل ماينس 4 بحطها بنل، وخلصت الليل على كده.
اكزامبل عايز اموف ماينس 4، ماينس 4 ايه حالتك من الثلاثه؟ ليكي ابن؟ لا ماليش ابنين. ليكي ابنين؟ لا ده انا ايه عقيم. خلاص هخلي الليفت تشايلد بتاع الاثنين بنال فيصبح الشكل ده. سهل سهل. طيب كيس بقى ان لها ايه، ها فين دي النوت تو بي موفد هاز وان تشايلد، لها مين؟ ابن. مثال اهو ماينس 18، 18 دي عايز مين؟ اشيلها. 18 دي عايز اشيلها. 18 دي لها ابن اه اللي هو مين؟ هو ده مش ابن، ده ابناء وزوجية، بس يعني اقصد ما لهاش كمان ايه، كمان واحد هنا تري تانية او تشايلد تاني، لها ابن واحد. فايه القصة؟ بيتعمل زي كوبري يا جماعة، بريدج. ازاي؟ هشيل ال 18 ماشي، وهخلي الروت هو اللي ايه يروح على 21. طيب مش فاهمين حاجة، اشمعنى وليه وكده؟ ناخدها بمثال اكثر واقعي عشان الناس تفهم. لا قدر الله لو في الخمسة دي هو الجراند فاذر الجد، وده الابن ابن الجد ده، وده له خلف. لو الاب مات في الغالب مين اللي بيرعى الابناء او الليله دي؟ الجد. فعشان كده اما اتربط، اما اللي في النص ده مات، فرعى على طول مين؟ اللينك وصل لمين؟ ها للجراند فاذر. فهمنا القصه دي؟ ده اللي هو له ابن واحد سواء شمال او ايه او يمين، نفس السيناريو. طب المشكله بتحصل فين او بتبقى كومبليكيتد فين؟ ريموفنج الفاليو فروم ايه؟ باينري سيرش تري في حاله كيس 3 اهي هاز تو تشيلدرن، لو ايه؟ ابنين او كده. طبعا دي ايه؟ بتبقى ايه؟ مشكله. ازاي المشكله؟ حاجه زي كده، حاجه زي مين كده؟ ال 12 دي اللي عايز اشيلها. لها ليفت ولها مين؟ رايت. طيب اول ما وقع ده، فواحد يقول لك ايه، ما ناخد بالمس نربط الخمسه بال 21، طب ومصير التسعه نربطه بمين؟ مأساة، صح ولا مش صح؟ فايه اللي بيتعمل؟ هيقول لك ايه، لا الشجره دي او العيله بتاع الواد ده كبيره، فانا مش هقدر على ان انا امانج كجد كل ده، فهناخد مين؟ اصغر الناس المناسبين اللي ما يبوظليش التري، هنختار من دول من العيله دي شخص مناسب يرعاهم. يرعى مين؟ الجماعة الشمال واليمين. تمام؟ طب يا ترى الشخص ده مواصفات ايه معينة؟ ايه هي المواصفات دي؟ find the minimum value in the right sub tree. ماشي؟ أقل قيمة في right sub tree. ليه؟ بص مش ده اللي عايز أشيله؟ right sub tree مين؟ للي عايز أشيله مش للجد. يعني ال 12 فين right sub tree بتاع اللي هو الجزء ده؟ هات لي أقل قيمة منهم. ليه أقل قيمة منهم؟ ها؟ اقل قيمه من دي 21 19 25، مين 19؟ هو يعمل ايه؟ السواب. ايه ده؟ يعني 19 احطها هنا وال 12 هنا؟ اي نعم. طب بعد ما اعمل السواب ده ايه اللي انا كسبته؟ كسبته الاتي، اختيارك لاقل واحد في الرايت سب تري ده هيحافظ على الرايت والليفت للمكان اللي هنا اللي الاب فيه مات. وصلت ازاي؟ ما حطيت 19 كل اللي على اليمين هيبقى مين؟ أكبر من 19، وكل اللي على الشمال أصغر من 19. صح ولا مش صح؟ يبقى ما بوظليش مين؟ الباينري سيرش تري بتاعتي. طب هتقول لك أنا ما مسحتش، لا لسه، أو القيمة اللي أنا عملت إيه؟ ريبليس، أنا بدلت 12 من 19، وسوري يعني ال 12 اللي على اليمين دي، ها؟ إيه اللي يخليها على اليمين ما تنفعش؟ أيوه، ما أنا بعد ما سوبت يعني بدلت ده بده، مش هسيبها، همسحها، أشيلها. خلاص؟ ماشي؟ ازاي الكلام ده؟ هنشوفه اهو، اهو في الرسم. بص يا معلم، ده اول حاجه اهو الرسمه الاصليه. بعد ما عملت فايند المينيمم اللي في غايه سب تري، فلقيته ورثت على كام؟ 19. عملت ايه؟ عملت ان انا ريبليست، خليت 19 دي مكان مين؟ ال 12. خلاص؟ ماشي؟ ريبليست 12 وال 19 نوت ذات ذا اونلي فاليو ار ريبليست ار ايه؟ نوت. اما حصل ده حافظ لي ان 19 كل اللي على يمينها دلوقتي ايه؟ بقى اكبر منها، وكل اللي على شمالها اصغر منها. بقت النوت دي اللي عايزه تتمسح بقت عقيمه، مفيش، يبقى اطبق عليها الكيس الاولى افايندها وايه وريموف. بس كده وصلت. ادي الدنيا ايه كالجوزمات، خطوات بسيطه. طيب ازاي اسيرش عن فاليو في الباينري سيرش تري؟ خطوات السيرش انك هتقعد تقارن اهو. ناخد مثال على طول عشان بدل ما نبص في الاجابه. سيرش فور 3 ان ذا تري، عاوز يا 3 علاقتك بخمس اقل ولا اصغر؟ طبعا ناتج السيرش كالاتي، يا الاقي القيمه فعلا موجوده يا ما الاقيهاش. صح؟ وهلاقيها يا الاقيها في الليفت سب تري، يا فين؟ يا في رايت سب تري، يا ما الاقيهاش اصلا.
طب اعمل ايه؟ يا تلاتة علاقتك بالخمسة اصغر ولا اكبر؟ اصغر، يبقى اخش هنا انزل في الاتنين. يا تلاتة علاقتك باتنين اكبر ولا اصغر؟ اصغر. بتاع ده تلاتة اكبر من الاتنين، يبقى اخش هنا. يا تلاتة علاقتك بالتلاتة ماتش، يبقى لقيتها. مفيش، يبقى خلاص انسى. فطبعا السيرش تري من مميزاتها ان هو سريع جدا. ليست ذا فاليوز ان اوردر ان ذا باينري سيرش تري، ازاي بقى احط القيم دي بترتيبها في قلب الباينري سيرش تري. عشان احافظ على الفاليوز بالترتيب لازم اعمل ايه؟ لازم اتاكد الاتي، ايه هو؟ ان الفاليوز اللي في الليفت سب تري ماشي كلها ما بتحتويش الا على فاليوز اقل من النود فاليو اللي هي الروت فاليو، ولغايه سب تري اوف انود كونتينز اونلي الفاليوز اللي هي اكبر من مين؟ من النود فاليو او الروت فاليو. ليه قلت نود مش روت؟ عشان كل مره الروت بيبقى لوكال او على المستوى. ف مثلا هنا الخمسة اهي، بص كده خمسة. get the values in order from the left sub tree. هنا ماينس أربعة فعلا أقل من مين؟ من الاتنين. والتلاتة هنا أكبر من مين؟ من الاتنين. وده كله أصغر من مين؟ من الخمسة. والتمنتاشر أكبر من مين؟ من الخمسة. ماشي؟ طيب إن شاء الله هنتكلم المرة الجاية على الباينري سيرش تري ايه implementation. شكرا.